أنا رايحة الظهر. ماشي يا ضيعة. يا رب يا رب يا رب يكون وافي على الصوت فعلا. يا رب. ايه السرعة دي؟ انت عملت ايه في مدبولي؟ انت قتلتيه ولا ايه؟ بصراحة بقى انا مش جايبك عشان اصالحك. امال ايه؟ يعني انا في حاجة طقت في دماغي كده وقلت اقولك عليها. ايه؟ انا قررت يا ستي ان اجيب ابويا وامي ونيجي نتقدم لك وهو كله بصوابه. يلا تتكلم بجد؟ في ايه؟ ولا بتقلش كالعادة؟ هي الحاجات دي فيها قلش يا مجنونة انت؟ أنا كنت بدأت أشك إنك بتحبني بجد. أنا مش بس بحبك، أنا بموت فيك. بس في حاجة. خير. دلوقتي لو أنت جيت وتقدمت أول سؤال بابا هيسأله لك مرتبك كام؟ وأنا صراحة مش عارفة مرتبك ليه مش بيزيد؟ ليه ما بيصرفلكش مكافآت؟ ليه ما بتترقاش يعني؟ إشمعنى أنت؟ ما أنت عارف، ما عارفة رايد بيحبني قد إيه؟ بيعزني، بيعتبرني زي أخوه. عشان كده ما بيدينيش حاجة. نفسي أعرف كرهك قوي كده ليه؟ نفسي. والله أنا كمان نفسي، معرفش ليه دايماً قريش ملحتي، مع إني لسه بايع له 20 واحدة لو فكيالي. تقولي إيه بقى؟ أرزاق، المهم ينجزي بسرعة وعايزين نيجي نتقدملك ونتجوز قبل ما رائد يمشيني. يمشيك؟ في يا نهار أسود، دي تبقى كارثة. طاهر، أنت حاسس إنه فعلاً ممكن يمشيك؟ لا يا حبيبتي انا مش حاسس ان هو يمشي، انا متاكد ان هو يمشي. عشان كده بقول لك انجزي وبطلي رغي. سيبك من ابوكي بقى دلوقتي. انا لو رايد مشاني هتقدري تتجوزيني؟ انت لو بتشحت في الشارع بتاكل من الزباله ايوه برضه هتجوزك. احلى حاجه فيك يا دينا رومانسيتك الرخيصه. بموت فيك يا بت. حبيني؟ بموت فيك قوي قوي قوي. طمني الجواز بقى وتقدم وحاجات زي كده وهنجيب جاتو واحنا جايين، كان في حاجه كده يعني ممكن. بص يالا بص، ما تتكسفش. حاجه زي ايه؟ ايه ده؟ فرايح فين ده؟ اعملي قهوه جنبي. بقول لك ايه؟ خلي عصير احسن. بسرعه بس، هتقلع على مكتب الاستاذ طاهر. طاهر رايح له؟ رقم طاهر كام؟ رقم طاهر كام؟ مساء الخير يا استاذ طاهر. مساء الخير يا استاذ انيس. ازيك يا استاذ انيس؟ اتفضل. اخبارك ايه؟ اه الحمد لله تمام، اتفضل. ماشي يا استاذه دينا. ماشي اتفضل. طيب انا هستنى التقرير بتاع حضرتك عشان ارفقه في الملف. اوكي؟ تقرير؟ تقرير ايه؟ تقرير. تقرير يا حمار. التقرير. تمام. اتفضلي. ارجوكي ماشي ارفقيه. اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي اتفضلي يا استاذ دينا. منور يا استاذ.